المحاولة، موسى بيرسل الكرة، خطفها حمد الله، عدى حمد الله، الحكم يقول قوم في اللقطة الماضية، ياسين حمزة وعبد الرزاق في اللقطة الماضية، جماهير النصر تحتج على هذه اللقطة، حكم المباراة الآن الإسباني مالينكو، هذا عبد الرزاق وهذه اللقطة وهذه اللعبة وهذه الدفع موجود. شوف اللقطة، شوف اللقطة، هذه اللعبة وهذه اللقطة وهذه الحكم يرى بأن الالتحام وأن اللقطة الماضية وأن الاشتراك وجهة نظر الحكم، هذه اللقطة من زاوية ممكن تكون أوضح وهذه اللعبة فيها دفع. حكم المباراة مالينكو يرى بأن اللقطة الماضية